كلنا بنمر بلحظات من الفشل، بس في اللي بيستسلم للفشل ده وفي اللي بيواجه فشله وبيحوله لنجاح مبهر. ايه الفرق بين الاتنين؟ اللي استسلم للفشل افتكر ان دي نهاية الدنيا ويأس واستسلم للكلام السلبي اللي سمعه، انما الشخص اللي فشل وحول فشله لقصة نجاح كبيرة تقبل بشريته وكان عارف انه طبيعي انه يفشل، طبيعي انه يقع في اي امر، لكن اللي مش طبيعي انه يستسلم ويفتكر ان دي نهاية الدنيا. وفشله في موقف مش معناه فشله في كل المواقف، وحتى الموقف اللي فشل فيه مش معناه انه هيستمر في الفشل ده وطور من نفسه وتعلم. توماس إديسون قال ان ما حققته من نجاح يعود الى 2% الهام و98% من الجهد. أنتوني روبنز هو اشهر محاضر امريكي. بدأ حياته ازاي؟ والده انفصل عن والدته في عمر 7 سنوات واشتغل حارس عقار، وفي شبابه اكتشف ان عنده ورم لدرجة انه فكر في الانتحار، ولكن غير طريقة تفكيره خالص. قال طب ما بدل ما انا ما انتحر، طب ما اشوف اغير حياتي تبقى افضل، وحدد اهدافه واشتغل على نفسه وطور من نفسه. أنتوني روبنز في عام 2007 كرمته مجلة فوربس انه من افضل 100 شخصية في العالم. اوعى تيأس من فشلك، انت ممكن فشلك ده يتحول لقصة نجاح كبيرة مبهرة، بس انت ثق في نفسك وتأكد ان فشلك ده هو طريقك للتميز. تعرف ان النجاح اسهل بكتير من الفشل، لان انت لو اخدت قرار انك تنجح في حياتك انت هتمشي في طريق واحد، لكن الفشل انت قدامك طرق كتير متعددة. وانت في طريقك لنجاحك اختار الناس اللي تدعمك، اختار ناس ناجحة تقعدش وسط ناس فشلة وتتخيل انك هتنجح. النجاح اختيار وقرار.